نمشي بكم تصويت إلى أهم أخبار الرياضة في تونس في فلاش سبور. فلاش سبور. فلاش سبور. البداية تكون مع المنتخب الوطني التونسي اللي باش يواجه اليوم الخميس 7 سبتمبر 2023 بوتسوانا ضمن الجولة الأخيرة من تصنيفات المؤهلة لكأس أفريقيا للأمم للكوديفوار 2024. وكان المنتخب الوطني ضمن تأهله في المسابقة غير أنه يطمح للانتصار من أجل إنهاء التصفيات في المركز الأول لمجموعته قدام غينيا الاستوائية. ونلقاو في التشكيلة أيمن دحمان، يان فاليري، ياسين مرياح، منتصر طالبي، علي العابدي، حنبع المجبري، الياس الصخيري، عيسى العيدوني، سيف اللطيف، وعمر العيوني، وهيثم اجويني. نحكيو على اللاعب البينيني ماريانو أوغومبو اللي عقد انتقاله لمستقبل سليمان لمدة 3 مواسم بعد الانتقال الحاصل بين الطرفين، ويبلغ عمره 22 سنة وينشط في صفوف منتخب البينينا لأقل من 23 سنة. هو الأجنبي الثالث اللي يلتحق بالفريق بعد لاعبي غامبيا، وعلى مستوى تحضيرات مستقبل سليمان الجولة القادمة من بطولة رابطة الأولى باش يجري أبناء محمد العياري غدوة جمعة 8 سبتمبر مباراة ودية تجمعهم بالترجي الرياضي بمركب الحديقة باء. المنتخب الوطني يواجه نهار الجمعة 8 سبتمبر 2023 بداية من الساعة 1 بتوقيت تونس نظير السنغالي في إطار ثمن نهائي بطولة أفريقيا للأمم في كرة الطائرة اللي باش تحتضنها العاصمة المصرية القاهرة إلى غاية 14 سبتمبر الجارية. وبرنامج الكامل للدور الثمني النهائي من منافسات بطولة أفريقيا للأمم للكرة الطائرة أكبر بالقاهرة نهار الجمعة باش تكون ما بين روندا وتنزانيا مع الأحداش، الكاميرون وبوروندي مع ماضي ساعة، تونس وسنغال وتشاد وغامبيا ماضي ثلاثة، الجزائر وغانا والمغرب ومالي ومصر وكينيا وليبيا ترشحت مباشرة إلى الدور الربع نهائي. بتبيع هذه بالنسبة لدورة بطولة أفريقيا للأمم في الكرة الطائرة. وبهكذا نخلطوا إلى نهاية فلاش سبور. فلاش سبور.